يا دكتور محمود بونجور، وخليني اقول لحضرتك حاجه انا لمستها بقى الصراحه. يعني كنت حضرتك معانا يوم الاربع في التليفون انا فاكره، وقلت لك توقعاتك، قلت لك ان شاء الله متفائل للماتش يوم الجمعه، وقد كان. وكل مره حضرتك بتبقى معانا قبل، صح، قبل ماتش مهم للاهلي بنفوز، فيعني لا كده نكلمك على طول بقى دكتور محمود. يا ريت والله تشرف ليا، انا من اكبر مشجعين النادي الاهلي. ايوه طبعا احنا عارفين. لا طبعا يعني ربنا وبعدين يعني بيعمل طاقه ايجابيه بصراحه. دي حقيقة، دي في ظل اوقات ما بيبقاش في حاجة تسعدك او تفرحك، فتلاقي كده الاهلي طلع بماتش او بطولة. لا يعني الحمد لله طبعا. حضرتك كنت وقتها طمنتنا على حالة الطقس كمان في تونس، انا فاكرة كويس. خلينا بقى نطمن مع حضرتك دلوقتي على بداية الاسبوع، وهل هنشهد شوية استقرار بقى في فكرة ارتفاع درجات الحرارة خلاص، ولا لسه الوضع فيه تذبذب شوية؟ اتفضل يا دكتور. طبعا في البداية برحب بحضرتك ونوال دكتور كريم وكل السادة ويعني الحمد لله احنا في فتره استقرار الاحمال الجويه، الدنيا مستقره شويه، مفيش منخفضات هي تعكر لنا الاجواء. يعني مش هنلاقي اضطراب الفتره الجايه، خلينا نقدم يعني على مدار الاسبوع، لكن في اختلاف في درجات الحراره كلنا بنحس بيه. وقت الظهيره درجات الحراره فعلا مرتفعه والاجواء تكون حاره واضح زياده في فترات طلوع اشعه الشمس، وهنحس بده برضه يوم الثلاث والاربع اللي بتبقى فيه درجه الحراره ما بين 34. لا هنحس بايه؟ انا مش سامع كويس، معلش. ارتفاع في درجه الحراره. ارتفاع، اوكي. ارتفاع في الحراره يعني خلال فترات النهار. تمام. خصوصا يوم الثلاث والاربع ان هي يعتبر فيها درجه الحراره توصل ما بين 34 ل 35 درجه على الظهيره. فطبعا لكن يعني عايزين نقول في فترات الليل الاجواء مختلفه، احنا بدري واحنا خارجين، بس بتخرج بعد الفجر بيحسوا فعلا ان الجو بعد البروده، وفي اماكن لو في نشاط رياح بيكون الجو بارد كمان. صحيح. فمعلش هنتغير في اصحاب جاكيت معانا واحنا خارجين. طب ليه معلش؟ دي حاجه ليه معلش؟ بالعكس يا ريت يفضل كده. والله على كل حال يعني اقول لحضرتك على حاجه، الاضطرابات اللي بتحصل في الجمهور بيبقى قلقان مش عارف ايه يعمل ايه، حران وفي نفس الوقت بردان، هم حاسين بتوتر. صح صح. خصوصا ان ده ما كانش، حضرتك تتفق معايا برضو يا دكتور، ما كانش السنه اللي فاتت في نفس التوقيت الوضع كده قوي. يعني السنه اللي فاتت كان في استقرار اكتر، وكان في ارتفاع ملحوظ صبح وبالليل عن السنه دي. ف طبعا احنا دايما يعني عاده لما بنشوف صيف مصر بيخش بدري شويه، يعني بيخش بياخد له شهر ولا حاجه او اكثر من شهر من فصل الربيع. صحيح. لكن الحمد لله حتى الان الاجواء ما تعتبرش اجواء صيفيه، تعتبر الاجواء الربيعيه الفتره الانتقاليه ما بين الشتاء والصيف. فيعني الحمد لله زي ما حضرتك بتقولي فعلا نستمتع بالاجواء اللطيفه في فترات الليل والصبح بدري، ونستحمل شويه شويه الحر بتاع الظهر لان ما فيش ارتفاعات لسه بالرطوبه فيها. فالحمد لله لسه ما دخلناش في مرحله العرق بقى. طب وهندخل المرحله دي امتى برضه عشان نبقى عاملين حسابنا يا دكتور محمود؟ ربنا يبعد عننا دايما. ما هي جايه جايه، احنا هنروح منها فين؟ طبعا ما فيش كلام، جايه جايه. مجرد ما يبدا منخفض الهم الموسمي اللي احنا عارفين فصل الصيف يبدا يمتد تاثيره، هو الحمد لله لغايه دلوقتي لم يمتد الى الجزيره العربيه، لكن طبعا مجرد ما ندخل على الجزيره العربيه بنبدا نحس خلاص ان الاجواء الصيفيه بدات تقترب، لان هو طبعا منظر الصوره اللي بيكون واضح جدا. كويس. طب حضرتك ذكرت ان على الفتره اللي هي الفجر الناس، طبعا في ناس كتيره بتنزل وبتسافر وغيره بعد الفجر على طول عشان ظروف شغلهم يعني، فهل هيبقى في برضه شبوره حاجات زي كده الاسبوع ده او اليومين الجايين؟ في شبوره، بس شبوره خفيفه الحمد لله، انا ما حبيتش اقدم فيها. في شبوره طبعا لكنها شبوره خفيفه جدا. كويس. هتكون غير مؤثره ان شاء الله على الطرق وعلى سائق المركبات. الحمد لله زي ما انت حضرتك في البدايه هنستمتع باجواء ربيعيه خلال هذه الفتره.